اليوم عم نشوف في فنانين وزملاء عم يقدموا برامج دارج كتير قصة تقديم البرامج، يعني أشطونا نحن القصة وأخذوا هلأ هني بشكل كتير مبالغ فيه. هلأ أنت يا من ما بيلبق لك هيك برامج أبو زورة، يعني أنت بدك ما بدك يعني بدك برامج جدية انتقادية، يعني إلك نحن عطيتيني، يعني خلي لي قلبك تسلمي لي شهادة بعتز فيها صراحة. اليوم كيف شفتي تجربة الزملاء أدول؟ يعني حلوة. هلأ هنن عم بيستعينوا فيهم الشركات كشركات الاتصالات أو ما بعرف أي منتوجات تلفزيونات لأنه هنن عندهم جمهورهم يعني، وبيلاقوا إنه يعني المقدم لما بيكون فنان إنه هيك بيلاقوا قريب منهم أكتر، يعني مشان بدهم يعرفوه أكتر شلون بينكت شلون بيمزح على المسرح شلون هيك، يعني حلوة ماشي الحال. مين لفت نظرك إن كان أيمن رضا، أيمن زيدان حتى قدم؟ تحياتنا لهم الكبار، يعني كلهم عرفي. كل واحد له يعني له محله عرفت. وانا تجربه التقديم انا من زمان يعني شاغلتها. كيف شفتي اليوم؟ يعني لو انعرضت عليك السنه كنت تطلعتي؟ طبعا لانه فيها مصاري منيح. قد ايه بيعطوا عن جد؟ يعني كل واحد طالع له 10 15 مليون. حلوين. قد كذا عمل يمكن او قد عمل ما حقول عمل ما بعرف عمل هدول قد كذا عمل عن جد؟ ما نعترف؟ أوكي لا اعترفي، فيكي تعترفي. هلأ سبق واستضفنا كبار الفنانين واعترف، عم نحكي عن أجور الفنانين. مثلا أيمن رضا اعترف أنه قال أنه بياخد 15 ألف دولار على العمل الواحد، أو عفوا 60 ألف دولار، بسام كوسا 200 ألف دولار، وأيضا نجوم تانيين اعترفوا. عندك مشكلة باعتراف بالأجر؟ لا أنا ما عندي مشكلة. قد ايه بتاخده؟ بس انه يكونوا صادقين كمان، مو يكونوا عم بيكشوا علينا. بيختلف من عمل حسب دور البطولة، طبعا حسب الدور وحسب كم لوكيشن وكم بلوك يعني بدك تصور، يعني هاي كلها لها محسوبيات. وانا قلت لك هيك انا مغدورة يعني. بس انا عن جد يعني انا واحدة من الناس يعني انا قعدت انا وياك اتفقت خلص مو وقعت ما بضل كل العمل قاعدة عم نق. خلص طيب انا ليش اقبل يا بقبل يا اما ما بقبل، مو ضل كل الوقت انه عم سبهم للشركه وعم متضايقه ويا الله ومدري شو لا خلص بينقوا في العالم بتنق بنق شغال يعني. بلال كيف شفت تقديم البرامج هالتجربه؟ بتحس حالك فيها والاشخاص الكبار اللي قدموا هيدي البرامج شو رايك؟ هلا كنت عم اقول لسوسن انه انا اذا كنت محلك كنت عكيت شي الف عكي، يعني لو انا عم اقدم محلي انا كنت خربت الدنيا. لا ما بحبها لهي القصة يعني، ومن فترة هان عرض علي هذا الموضوع وما حبيت. هلا في ناس عند الطلاقة وسرعة البديهة والحضور السريع، يعني هذا هلا مع الوقت يمكن يصير عندي هاي الخبرة، بس أنا هلا أكيد لا. بس هنا أكيد تجارب منيحة ويعني عم تجيب اتصالات وعم تجيب رسائل، وهن لو ما شايفين أنه منيحة هي التجربة عم تتكرر، وبالتالي معناها عم تعمل جمهور وعم تعمل ناس ملاحقة. هي التجربة مو جديدة مثل ما قالت، كان في أشخاص لكن كانوا بعمل أو عملين نشوفهم السنة، في أكثر من عمل يمكن 5 أو 6 أو 7 فنانين عم يقدموا ب 2019. الآن كثرت الشركات اللي بقلب البلد ورجع الوضع عم يتحسن فهذا يعني بيدعيك لأنه شيء طبيعي. طبعاً إيه.